السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو وكيف ما عودتكم على الوصفات المبتكره غادي نقدم لكم جوج ديال الوصفات. الوصفه الاولى وصفه من اروع ما يكون، فوصفه صحيه ولذيذه ومغذيه، وبالنسبه للوصفه الثانيه فهي واحد الملوي اللي كيجي من اروع ما يكون بطريقه جديده. فإلا بغيتوا تعرفوا معايا الطريقه ديال التحضير ديالهم ما عليكم الا تابعوني الى الاخير. والناس اللي كيزوروا القناه لاول مره وكيكتشفوها ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وكذلك ما تنساوش تتابعوني على الانستغرام، نخلي لكم الرابط ديالو اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. ونبداو على بركه الله. بالنسبه للوصفه الاولى فعندي جزر، عندي تفاحه واحده، جوج حتى ثلاثه ديال الجزرات، وعندي كميه من التمر. بالنسبه لهاد الخضر انا نقيتهم وقطعتهم، كناخذ واحد الطنجره كنوضع فيها التفاح والخيزو او الجزر، وكنحتفظ بالتمر الى الاخير. وبالنسبه للتمر البنات ممكن تعوضوه بالسكر، اللي كيبغي السكر ممكن يعوضوه بالسكر اولا بالزبيب، كيبقى لكم الاختيار. فانا كل مره وشنو كندير، هنا كنضيف الماء، شويه الماء فاش كتسلق هاد الخضر هادي، وكنسد عليها الطنجره كنوضعها فوق النار. لما كتغلي كنحسب ليها 10 ديال الدقائق فقط، كنطفي عليها النار وتنعري على الطنجره نخليها حتى كتبرد ويبردوا الخضار مع التفاح. ثم كنوضعهم في خلاط كهربائي، انا هنا عندي الليمون غادي نضيف واحد الحبه من البرتقال، الا ما عندكمش ما تضيفوش، وكنضيف التمر، التمر على حساب شحال بغيتو ديال الحلاوه. ثم كنضيف الماء وتنطحن مزيان العصير حتى كنحصلوا على واحد العصير كيكون هكا مطحون مزيان. وبالنسبه لكميه الماء البنات راه كتختلف، يعني كنضيفوا الماء حتى كنخفوا العصير على حساب يعني شحال كيفاش بغيتو، واش خفيف ولا ثقيل شويه. فانا وضعت واحد كميه اللي عطاتني واحد العصير اللي هو على هذا الشكل هذا، كيجي ما خفيف ما ثقيل بزاف، كيجي من اروع ما يكون. نتمنى الفكره الاولى البنات تنال اعجابكم. ودابا غادي نخليكم مع واحد الملاوي اللي كيجيو يا سلام ولا اروع. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الملوي على حقو طريقو، كيجي هكا زوين وخفيف ومحلول من الوسط كيف ما كتشوفوا معايا. فانا وضعت واحد زلافه ديال الدقيق الابيض، ضفت ليها نصف زلافه من دقيق الفينو، وتنقوم بالنخل ديالهم مع بعضياتهم. ثم من بعد كنضيف لهم واحد شويه ديال الخميره الكيماويه، واحد نص معلقه ونص معلقه ديال الملحه، وغادي نضيف تقريبا واحد معلقه صغيره من زيت نباتيه. ثم كنضيف معلقه صغيره من العسل طبيعي، وغادي نعجن هاد العجين هادي بالماء البارد، يعني ما غنحتاجوش ليها الماء سخون. طبيعه الحال ما تنساونيش من لايك قبل ما تشوفوا معايا الفيديو، ما تنساوش لايك لا فيديو، ما تنساوش تعليق تخليوه ليا اسفل هذا الفيديو، لان التعليقات هي اللي كتحفزنا على العطاء وعلى الاستمراريه. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه لاول مره ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. هنا كنجمع العجينه بالماء بارد حتى كنحطوا على عجينه اللي هي كتكون مجموعه. بعد ما غادي نجمع العجينه فغادي نخدمها شي شويه، ضروري نخدموها بالكف، فالملوي تيبغي هكا العجينه ديالو تكون مدلوكه شويه. هنا بعد ما جمعت العجينه كنوضعها في سطح العمل اللي بطبيعه الحال راه حنا كننظفوه بالماء والخل دائما، كنعقموه وكندلكوها هكا بالكف شويه، كنخدموها بالكف واحد من 4 حتى 5 ديال الدقائق حتى كنحصلوا على العجينه اللي هي لينه. ثم غادي نشكلها، نقطعها على شكل، نقطع منها هكا قطع ونوضع منها كويرات. فانا غادي نوضع كويرات صغيرين وكنحاول نجيبهم في نفس القياس. فإلا تبعتوا هاد الخطوات راه مستحيل ما يصدقش لكم الملوي. غادي نكمل ونرجع معكم.
انا خديت بلاستيك غذائي دهنته بشويه ديال الزيت وكنوضع فيه هاد الكويرات، غادي نوضعهم فيه وغادي نسد عليهم نخليهم حتى يرطبوا مزيان ويطوعوا، باش كتجينا هكا في التشكيل ديالها المسمن يجينا فاش كنشكلو كيجينا هكا رطب وسهل. غادي نخليه واحد 10 ديال الدقائق حتى كيرتاح، فقد مرتاح قد ما كيجي احسن، لانه ما فيهش الخميره يعني ما تخافوش عليه انه يختمر. صافي كناخد الكويرات ديالي كنبسطها على هذا الشكل، ففي الاول كنبسطها بدون زيت حتى كنطلقها مزيان. ثم كندهن بشويه ديال الزيت ولازم اننا نبسطوا العجينه مزيان حتى كيولي سطح العمل كيبان، يعني خص العجينه تكون رقيقه بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا العجينه راه هي عاطيه الطوع ما كتقطعش نهائيا، فقد ما بقات العجينه وطاعت قد ما كتجينا عاطيه الطوع وما كتكونش هكا كتقطع لينا ملي كنكونوا كنبسطوها. وبطبيعه الحال الجوانب حتى هما خصهم يترقوا مزيان يكونوا رقاق. ثم غادي ناخذ كميه من الزبده وغادي ندهن بها الوجه ديال الفطائر او ديال المسمنات. كنضيف الزيت هو الاول شي شويه باش كيساعد ان الزبده كتسلق معنا بسهوله في فوق العجين. بالنسبه للزبده تكون بدرجه حراره المطبخ تكون هكا رطبه ما تكونش قاصحه. كندهنو مزيان بالزبده، ثم غادي نرشو بالسميد الناعم. كنرشو العجين بالسميد الناعم، من بعد كناخد واحد الجرار وكندير قطع هكا على هذا الشكل، وكناخدو هاد الجوانب كنحربلوهم. فهنا ملي كنكون كنرولي العجينه ما تكونش هكا مزيره، ما نزيروش العجينه، العجينه تكون مرخوفه، وكديها للجانب الاخر. فكيظهر لي الصوره راه هي واضحه وشارحه نفسها. وبالنسبه لهاد الجوانب كنخشيهم هكا كل واحده من جهه وكنضغطوا عليها كنحصلوا على ملويه على هذا الشكل كنوضعوها. غادي نعاود معكم واحده اخرى. كنقطعوا العجين بعد ما كندهنوه بالزبده وكنرشوه بالسميد الناعم، كنبرموا العجين على هذا الشكل وما نزيروش، يعني ملي كنكونوا نبرموا العجينه ما نزيروهاش باش كيجينا هكا الملوي محلول من الوسط. غادي نستمر حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه. نتمنى تكون الطريقه واضحه ومفهومه. صافي غادي نكمل ونخليهم يطوعوا شويه ونرجعوا. هنا وضعت مقلاه فوق النار كتسخن، كنرشها بشويه ديال الزيت النباتيه، كنبسط العجينه. بالنسبه للملوي فما خصناش نرققوا العجينه بزاف، خصو يبقى شويه غليظ، فالملوي ما تيبغيش يترقق بحال المسمن. هنايا غادي نوضع هكا، غادي نطيب جوج ثلاثه في مره. هنا وضعت جوج على ما نبسط الثالثه. كنقلبوا العجين بعد ما كنرشوها بالزيت، العافيه تكون مهيله، ما نجهدوش عليهم النار باش هكا يدخلهم الطياب ويتحمروا ويجيو محمرين. هنا غادي نضيف واحدة أخرى. وكيف ما كتشوفوا معايا الملويات راه بداو كيتحمروا. هنا غادي نوضع الثالثة
كيجي ملوي محلول ومقرمش، كيجي زوين زوين بزاف. انا اكيد الا تبعتوا هاد الخطوات وجربتوه غادي ينجح معكم ان شاء الله.